مساء الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، ورجعنا لكم بحلقة قوية جدا، حلقة كلكم طلبتوها. احنا الحقيقة بنجمع الآراء من على البيج ونشوف أكتر التخصصات طلبا. وصلنا لتخصص النهاردة، تخصصنا النهاردة مفيش بيت مش محتاجه، مفيش بيت مش محتاج الأمراض الباطنية أو يتعامل إزاي مع مرض السكر أو يتجنب حتى إزاي الإصابة بمرض السكر. عشان كده هنتكلم في ده النهارده مع استاذنا ودكتورنا المتميز وضيفنا النهارده، مشرفني النهارده في الاستوديو، واستاذ الدكتور المتميز سامر سمير ذكري، استشاري ومدرس امراض البطنه والجهاز الهضمي بكليه الطب ومستشفيات جامعه الفيوم، نائب مدير عام مستشفيات جامعه الفيوم، حاصل على دكتوراه في امراض الباطنه والكلى والسكر، وعضو جمعيه شباب مرضى السكر. اهلا بيك معنا يا دكتور، منور. اهلا بحضرتك، نور. مبسوطين جدا حضرتك معانا النهارده. ربنا يخليك يا رب، نقدر نقدم حلقه مفيده ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، على فكره ده مطلب جماهيري يا دكتور. ربنا يخليك، تعيشي. عايزين النهارده طبعا ناخد اكتر الاسئله شيوعا، لان الحقيقه جات لنا اسئله كتيره جدا. يعني زي ما قلت في البدايه، ما فيش بيت في مصر مش محتاج مرضى او امراض الباطنه بصفه عامه ومرضى السكر بصفه خاصه. طيب عايزين نتكلم اول حاجه، ايه هو مرض السكر واشهر انواعه، وازاي نعرف نقيم الشخص ده امتى جاله سكر ولا لا؟ تمام. هو طبعا يعني من اكثر الامراض المزمنه المنتشر على مستوى العالم هو مرض السكر. زي ما قلت لحضرتك في المقدمه، مفيش بيت تقريبا مش بياخده مرض السكر. مرض السكر احنا ببساطه كده هو خلل في التمثيل الغذائي، يا اما نتيجه ان اصلا مفيش افراز انسولين من البنكرياس، يا اما الانسولين بيفرز من البنكرياس بس في مقاومه او حاجه ما بتخليش الجسم يستغله او يستعمله صح. بنشبهها بتشبيه بسيط زي المفتاح اللي بيفتح الباب، يا اما المفتاح ده مش موجود مفيش انسولين اصلا، يا اما البوابه اللي بتدخلني للخليه او بتدخل السكر للخليه اللي هو الانسولين في مقاومه ليه، مانع ليه لاستخدامه. وده بيتقسم بالظبط، بيخلي السكر يتقسم لانواع كثيره. من اشهر انواع السكر هو النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول ده اللي هو بيبقى موجود تحت سن 30 سنه، وبيبقى نتيجه ان في خلل في جهاز المناعه، بيضرب او بيدمر خلايا بيتا اللي بتطلع من البنكرياس بتطلع الانسولين، فبيخلي الانسولين مش موجود. وده نوع بيجي في الشباب الصغير، تمام، وده بيبقى لازم علاجه انسولين. يا اما النوع الثاني بيبقى غالبا بيبقى فيه تاريخ وراثي في العيله، او بيبقى مرتبط جدا بالسمنه وخصوصا سمنه البطن. فده بيبقى عنده انسولين كفايه بس في مقاومه، مش بيعرف يستغل الانسولين كويس، وده في جزء منه يعني بيستجيب لأقراص، وفي جزء بيحتاج منه في نهايه المطاف للانسولين. يعني دكتور، الشباب اللي في السن الصغير بيبقى اغلبهم يعني اصابه النوع الاول ده تقريبا بيبقى، لا النوع الاول النوع الاول تحت يعني سن 30 سنه ده مش مرتبط قوي بالوراثه، ده حاجه في جهاز المناعه. لكن النوع الثاني اللي هو غالبا فوق 30 سنه ده اللي مرتبط بال يعني بالوراثه، وبيبقى غالبا في كذا فرد في العيله عنده مرض السكر. تمام. يعني مسألة بتبقى جينيتك 50% والنص التاني بيبقى حاجة مناعية، حاجات مناعية وحاجات مرتبطة برضو بظروف البيئة والمعيشة اللي هو اللايف ستايل، نظام الأكل والشرب والسمنة والحاجات. تمام. طيب يا دكتور، عايزين نعرف يعني ايه المرحلة اللي ما قبل مرض السكر؟ امتى اعرف ان ده انديكيشن على حدوث مرض السكر؟ جميل جدا. طبعا ده من اهم الحاجات اللي بتشغل بال الناس كلها، اللي هي مرحلة ما قبل السكر. ما قبل السكر دي مرحلة تعتبر من اخطر المراحل، لان الناس بتستهتر بيها او بتستهون بيها، يقول لك انا ما عنديش سكر، باكل براحتي واعيش حياتي براحتي ومفيش رياضه وخلاص ومفيش سكر. صحيح. بالعكس، دي اهم منطقه، لانه في المرحله دي لو انا ظبطت اكلي كويس جدا ولعبت رياضه كويس جدا هقلل حدوث ان شاء الله مرض السكر، او اقل هقلل مضاعفاته. مشكله المرحله دي ان المرحله دي بيبقى الانسان ما بيشتكيش بحاجه، فوانس العام مش بيشتكي فبيعيش حياته عادي خالص. بالتالي المريض بيجي للاسف لما يجي يتشخص سكر بيبقى جاي 20% من الحالات بتبقى جايه من المضاعفات، في مشاكل في عين ومشاكل في الكلى، مشاكل في الاعصاب الطرفيه، في الشرايين. فمرحله ما قبل السكر دي من اهم المرحله اللي احنا بنسميها جري زون، اللي هي المرحله ما بين انسان طبيعي ما عندوش سكر وانسان عنده سكر. دي خطر جدا، دي اخطر مرحله. ممكن يتفادى حدوث النهارده بالظبط. عشان كده بنقول للناس لما يكون حد وزنه زياده شويه، عنده تاريخ في العيله لكذا فرد في العيله عنده سكر، لازم يتابع على الاقل، يعمل صايم وفاطر وتحليل سكر تراكمي كل سنه حتى، عشان نلحق الموضوع بدري، لانه لو ظبط اكله وشربه ووزنه والرياضه هنقلل حدوث المضاعفات بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. شيء ممتاز. طيب يا دكتور، عايزين نعرف ايه التشخيص المبكر بيفرق في العلاج؟ يعني حضرتك زي ما قلت كده دلوقتي احنا في جريزون دي مهمه جدا في ان احنا نعرف من خلالها نتجنب الاصابه. تمام. طيب ايه الحاجه بقى اللي بيها المريض يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا او شاكك اني عندي سكر؟ ايه الاعراض؟ ده سؤال مهم جدا. طبعا بيختلف من النوع الاول للنوع الثاني. مثلا في النوع الاول بيبقى في السن الصغير بيبقى الاعراض حاده جدا، يعني تلاقي الطفل طبعا السكر بينزل في البول، فما بينزل في البول بيسحب وراه ميه، فتلاقي الطفل او الشاب بيقول لك انا ايه بتبول كتير جدا، بخس، بشرب ميه كتير، باكل كتير، وممكن توصل اب تو ان يخش في غيبوبه، فبتبقى اعراضه حاده شويه. النوع الثاني بقى وده الاخطر، اللي هو نسبه 90% من الحالات بيبقى عندهم النوع الثاني، مشكلته انه ممكن ما يشتكيش باي حاجه خالص.
ده خطر جدا شوية. يا دكتور. يقول لك انا بحسس ان انا مش متظبط، عندي ارهاق كده بس انا مش عارف ايه السبب. يقول لك ايه، اصل ارهاق شغل، ممكن شوية زغلالة، وفي الاخر برضو ممكن يتبول كتير او يبتدي يخس. وممكن للاسف وزي ما قلت لحضرتك حوالي 20% من الحالات يجي بمضاعفات، يعني يجي العيان بفشل كلوي ويغسل ونكتشف ان السبب كان سكر وما يعرفش، يجي بمشكله بفقدان بالبصر او نزيف في العين او انفصال في الشبكيه ونتفاجئ انه عنده سكر. فللاسف جزء كبير جدا بيجي مضاعفات. عشان كده بنقول روتين للعيان انه لو في تاريخ وراثي لازم نعمل على الاقل سكر صايم وسكر فاطر وسكر تراكمي. والارقام معروفه، يعني السكر الفاطر بيبقى الطبيعي، الانسان الطبيعي تحت ال 100. تحت ال 100 ده انسان طبيعي. الصايم، الصايم تحت ال 100. امتى نقول مرحله ما قبل السكر او استعداد للسكر؟ ما بين ال 101 لل 125. من 126 او اكتر ده كده مريض سكر. ده بالنسبه للسكر الصايم. السكر التراكمي ده بقى فيه ارقام جديده مهمه جدا. 5.7 من 10 او اقل من 5.7 من 10 ده انسان طبيعي. من 5.7 من 10 ل 6.4 من 10% ده بنقول مرحله ما قبل السكر، خد بالك انزل في الوزن اللي هي الجري زون. من 6.5 وفوق بقى ده كده مريض سكر. فادي موضوع اكل الحلويات كتير، هل ليه علاقه بالاصابه ولا دي اشاعه كده مغرضه؟ طبعا لو هو عنده، ما هو الموضوع زي ما قلت لحضرتك هو يعني كذا عامل بيتدخل في موضوع السكر، مش بس الاكل والشرب، يعني العوامل النفسيه. الناس تقول لك انا زعلت او حصل موقف، العوامل النفسيه بتتدخل تؤثر جدا. التاريخ الوراثي في العيله بيؤثر، الاكل والشرب، يعني السمنه واكل الحلويات كتير. لو هو عنده استعداد جيني طبعا هيزود او هيسرع، يعني هو مثلا لو متوقع هيجيله سكر في الخمسينات ممكن يجيله في الاربعينات بسبب لخبطه او لخبطه في الاكل. فطبعا بتسرع بوادر او بتسرع حدوث السكر. طيب يا دكتور عايزين نتكلم كمان عن السكر التراكمي. موضوع التحاليل ده مهم قد ايه؟ ان احنا نعمل حاجه كده بصفه دوريه ولا مش مهم ان احنا نعمل ده لو ما حسيناش بالاعراض؟ يعني قد ايه مهم ان احنا نطمن على نفسنا كل قد ايه للانسان العادي جدا؟ تمام. طبعا تحليل السكر من التحاليل البسيطه جدا والرخيصه جدا ومتاحه، وفي جهاز سكر في البيوت وفي الصيدليات متاح. طبعا الناس اللي هم بنسميهم الهاي ريسك او الناس اللي عندهم خطوره عاليه زي الحوامل، زي اللي عنده حد، ثواني، الحوامل اكثر عرضه لاصابه بمرض السكر؟ هو حضرتك لو عندها استعداد وراثي وهي واحده سيده عاديه خالص ممكن ما يجيلهاش سكر او يجيلها في سن متاخره، لكن في الحمل بيزود نتيجه لخبطه برضو، نتيجه نفس الميكانيزم انه هرمونات الحمل بتعمل مقاومه للانسولين فتظهر السكر. وفي حاجه اسمها، في من ضمن انواع المشهوره جدا والمهمه جدا سكر الحمل. فسكر الحمل ده لازم اي واحده وانس حملت دلوقتي يبقى لازم اعمل تحليل سكر، ولو ما عندهاش اعيده تاني بعد 4 شهور عشان اتاكد انه ما ظهرلهاش بعد الشهر الرابع. لكن طبعا من الاول وهي اتشخصت عندها سكر محتاجه متابعه مع حد متخصص، لان ليها نظام علاج مختلف. حتى الارقام اللي احنا نقول عليها طبيعي بالنسبه للناس بالنسبه لها هي لا، هتختلف. الكنترول او تظبيط السكر بالنسبه لها هي بتحتاج معدلات اقل، لانه لاحظنا حتى الجري زون دي او المرحله ما قبل السكر بالنسبه لها هي تعمل تشوهات في الاجنه. طب كنت عايزه اسال سيادتك برضو في نفس النقطه، كلام حضرتك واخدني نقطه مهمه جدا. معنى كده ان الست الحامل لما يجي لها اللي هو السكر الحمل ده ممكن تنقله للجنين؟ لا باي لا. شكل من الاشكال سكر الحمل، عشان بس برضو نعرف نفرق بين السكر اللي مرتبط بالحمل والسكر في واحده اصلا حملت وهي عارفه ان عندها سكر. ده نوع وده نوع. تمام. سكر الحمل اللي هو واحده ما كانش عندها هيستوري او عندهاش تاريخ مرضي للسكر واكتشفت ان عندها سكر. تمام. هذا السكر اللي ظهر لها ده لازم نظبطه جدا، لانه بيأثر على الجنين. يتنقل؟ لا ما بيتنقلش، ما يتورثوش يعني. لكن ليه تشوهات وليه تاثير على الام وليه تاثير على الجنين. زي ايه يا دكتور تشوهات؟ يعني يعني بيعمل تشوهات في حجم في الجنين نفسه، بيعمل يخلي الجنين نفسه حجمه اكبر من الطبيعي. يحصل سقوط او وفاه داخل الرحم. الام نفسها ممكن يحصل لها تسمم حمل. ليه مشاكل كتيره جدا على الام وعلى الجنين. طب هي ممكن تشفى يا دكتور بعد الولاده؟ يعني لو جالها مثلا ده عرضي مش مرضي ممكن نقدر نقول كده؟ لا، السكر الحمل ده نوع من انواع السكر، فهي كده مريضه سكر. تمام. في جزء منه بيشفى وبتخرج بعد الحمل طبيعيه، بس احنا بنحطها في الكاتيجوري بتاعه ما قبل السكر. نقول لها على لايف ستايل برضو، ونظبط اكلنا وشربنا، ونقول لها على نظام الاكل. وفي جزء للاسف بيكمل سكر. بس انا في حاله اعرفها الحقيقه جالها سكر وهي حامل، فهل في امل بقى ان هي تتشافى تماما؟ في جزء بتشفى وبس لازم تتحط على نظام غذائي معين ورياضه بعد الولاده. تمام. وفي جزء بيكمل سكر وبتبتدي تاخد ادويه. طب يا دكتور عايزين نعرف كمان حاجه مهمه، احنا دلوقتي خلاص وصلنا للاسف لمرحله الاصابه بالسكر. تمام. نتعايش ازاي معاه؟ ده بقى سؤال مهم، لانه ده بيفيد الناس اللي عندها سكر والناس اللي ما عندها السكر. احنا بنجمعهم في نقط معينه. انت وانس شخصت ان انت عندك سكر، اهم حاجه الاكل الصحي والتغذيه السليمه، الرياضه بانتظام وهنتكلم عنها. لو واحد بيدخن لازم يبطل تدخين، لان التدخين بيزود مضاعفات السكر. معقوله؟
جدا. المتابعه لازم متابعه على الاقل من 3 لـ6 شهور مع طبيب متخصص لتظبيط السكر بادويه معينه. لازم السكر الصايم بتاعك يبقى من 70 لـ130 لمريض السكر، والفاطر يبقى تحت ال 180، التراكمي بتاعنا يبقى حوالين الـ7، ممكن نسمح في بعض الناس زي مرضى الكلى لـ7.5 والـ8. لازم نتابع مع حد متخصص ونتابع نقط تانية. الناس فاكرة ان انا باخد برشامة السكر فانا خلاص كده كل حاجة، لا، في مضاعفات تانية للسكر. يعني لازم يكون ضغط العيان تحت ال 140/80 عشان يتفادى تأثيره على الكلى. لازم نسبة الدهون، وفي حاجة اسمها ال LDL او الدهون الخطرة او الدهون الضارة او الدهون منخفضة الكثافة، لازم في الطبيعي تحت ال 100، انا عايزها تحت ال 70، والكلام الجديد تحت ال 45. دي منظومة بقى يا دكتور، منظومة وقاية، طرق وقاية. عشان كده السكر هو مش دكتور سكر او بعالج سكر وبس. المريض يفتكر انا باخد برشامة السكر يبقى كده ظبطت، لازم اتفادى السكر او اتجنبه او اعالجه واتفادى مضاعفاته. من اشهر مضاعفاته القدم السكري، عشان كده ننصح المرضى خلي بالك من قدمك. هي ابسط حاجه نقول له لما تيجي تلبس حذاء تختار مقاس فيت مظبوط ليك، لا يبقى واسع ورجلك تلعب جواه فتضطر تتعور وتتجرح وتخش في قدم سكري، ولا تبقى طايد جدا وضيق يعمل لك قرح ويدخلنا في قدم سكري. للاسف مرضى السكر اخر احصائيه كل 30 ثانيه احنا يعني بيمر بيها دلوقتي بيحصل بتر لصاق على مستوى العالم. فالقدم السكري نقول له لازم لما صعب قوي يا دكتور جدا، لازم ينشف بين صوابعه كويس جدا، لما يجي يقص ضوافره ما يخشش على اللحم بحيث ما يعملش تروما بالظبط كده، ما يعورش نفسه، ونخش بقى في مشاكل ان هو كمان بيبقى عنده ضعف في الاحساس. فبنخش في قدم سكري ومشاكل كبيره. لازم سكرك يبقى مظبوط ومتابعه، ولازم التراكم بتاعك يبقى مظبوط، الدهون بتاعتك مظبوطه كويس جدا، وطبعا بالاضافه للتغذيه والرياضه. طيب يا دكتور، بعد الخطوات حضرتك قلت رياضه، ايه بقى الرياضات اللي ممكن نعملها نتجنب بيها الاصابه؟ حلو، الرياضه طبعا اللي يقدر يروح جيم ويلعب رياضه ويتابع مع حد برضه متخصص من احسن من ناحيه رياضيه يبقى كويس جدا، بس احنا بنبسط الدنيا خالص بالظبط، مش كل الناس عندها الامكانيه دي بالظبط يعني. بحيث برضه الناس مشغوله ولا عنده شغل فاحنا لازم على الاقل 30 دقيقه كل يوم. 30 دقيقه كل يوم رياضه. رياضه ايا كان بقى، ايا كان بنقول بنقسمها ازاي، بنقول للعيان الصبح لما تقوم من النوم الصبح 10 دقائق اعمل حاجه اسمها ستريتشنج، يعني افرد العضله زي تمارين الصباح اللي كنا عاملينها في المدرسه والحاجات دي. 10 دقائق وانت بعد ما تقوم اعمل شويه تمارين. لما ترجع بعد الغداء كده انزل اتمشى حوالين البيت 10 دقائق. بالليل لو في اوزان خفيفه تقدر تشيلها 10 دقائق، لو قسمنا دي 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق صحيح مش هنحس بيها، بقت 30 دقيقه. لو ما تيجي نحسبها هتلاقي في الاسبوع عملنا 210 دقيقه، وهو يعني اللي بينصح بيه ان لازم رياضه اسبوعيه ما تقلش عن 175 دقيقه. تمام، وده وقت قليل جدا لو عملناه بانتظام مع اللايف ستايل هنتفادى امراض كتير ومضاعفات كتير للسكر ان شاء الله. ده شيء هايل جدا، ونرجو ان نكون الساده المشاهدين كلهم كتبوا خطوات الـ يعني التجنب الاصابه، لان ده الحقيقه سؤال جالي كتير بكثره على بيج البرنامج. طيب يا دكتور، عايزين نعرف هل في بصيص امل في علاج السكر؟ طبعا دلوقتي في تقدم كبير جدا من حيث ادويه السكر، وتتكافأ مع مرضى الكبد ومع مرضى الكلى بالذات. في انواع كتيره من الانسولين طلعت، وانواع حتى من الشكاكات الانسولين اللي مش مؤلمه، لكن في بصيص امل وموجود وكويس جدا، وان شاء الله في سنوات قليله باذن الله ممكن يبقى ان شاء الله موجود في مصر. حاليا هو مطبق ومفعل في امريكا، اللي هو البنكرياس الصناعي. البنكرياس الصناعي بدل الشكشكه يبقى بس ده يعني خاص بالنوع الاول اكتر، بيبقى عباره عن زي مضخه الانسولين. هي مضخه جهاز خارجي بيرتبط بالجسم بيضخ انسولين، بس مرتبط معاه جهاز بيقيس السكر على مدار ال 24 ساعه عشان يطمن من النسبه هي صحيحه ولا عشان بالظبط بنشبه البنكرياس الطبيعي، بحيث هو بيطلع الدوز او الجرعه بتاعه الانسولين بحيث انا يعني ازود الجرعه انقص الجرعه حسب المستوى. هو حاجات اوتوميتد مفيش تدخل بشري فيه اكتر من العيان، بس هيقول انا دلوقتي هلعب رياضه، انا دلوقتي هتغدى، يقول بس المعلومات ديت، بحيث هو الجهاز بيشتغل لوحده بيخلي مستوى السكر تقريبا ثابت طول اليوم، بيخلي مستوى السكر ما يخشش في غيبوبه والسكر يرتفع. ده جهاز جميل جدا، ده متاح حاليا في امريكا، وان شاء الله الاحدث منه كمان الفيرجن الاحدث انه هيبقى فيه يعني 2 هرمون، هرمون انسولين وهرمون جلوكاجون لو السكر هبط نتيجه مثلا المريض ده عمل مجهود زياده، عمل رياضه زياده، فالسكر انخفض يلحقه بسرعه ما يخشش في غيبوبه. زي كده الايه اللي يغمى عليه ياكل سكر بسرعه عشان يلحق جلوكوز يوصل لمخه. اخطر حاجه هي الغيبوبه في السكر. صحيح. ده مريض السكر من اخطر الحاجات اللي بيدخل فيها او بنخاف منها، والمريض لو جربها مره بيخاف جدا سواء من البرشام او الانسولين بالذات، هي غيبوبه نقص السكر. غيبوبه نقص السكر بنعلم المريض ازاي يكتشفها. هي بسيطه زي اكن واحد صايم فتره طويله، يقول لك انا بعرق، حاسس ان انا جعان جدا، ضربات قلبي سريعه، في رعشه في جسمي، اقول له بسرعه اي حاجه مسكره جنبك، حتى لو هو سايق لازم يقف
لو معاه جهاز سكر يقيس السكر عشان يسجل القرايه، ولازم ياخد 15 جرام جلوكوز او اي حاجه متاحه، شوكولاته، بيبسي، اي حاجه، قوالب سكر، اي حاجه متاحه جنبه، ويقيس عشان يرفع نسبه الجلوكوز بالظبط، لانه انخفاض السكر ده للاسف لو ما اتلحقش بينتهي لا قضاء بالوفاه. طيب يا دكتور، بالنسبه لاصابه الاطفال بالسكر، تمام، هل ليها معامله خاصه يعني كده؟ طبعا الطفل طبعا ليه معامله خاصه. اولا السكر زي ما قلنا حضرتك في النوع الاول بيبقى مشكله في المناعه وبيدمر خلايا البنكرياس اللي بتفرز الانسولين. المعامله الخاصه ان الطفل برده مش هيبقى مطيع ليكي جدا، اكيد لا الاكل، انا بحب تشيبس، بحب مش عارف ايه، كلت بيتزا، كلت، بيبقى صعب شويه في التعامل معاه. لكن لازم الطفل بالذات، عشان كده بنقول ان بصيص الامل اللي هو البنكرياس الصناعي، لانه ده هيحافظ على مستوى السكر، هيخلي المريض نسبيا ياكل براحته. طبعا هي لازم يلتزم باللايف ستايل، بس هياكل براحته، مش خايفين من انخفاض، لان الارتفاع المتكرر والانخفاض للاسف بيدخلنا في مضاعفات بدري. وطبعا الطفل ربنا يديله الصحه قدامه العمر لسه طويل، فبتلاقي على ال 30 او ال 40 بدا بقى دخل في مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب ومشاكل في طب دكتور، بس اصل ده صعب التحكم فيه، يعني انك تلزم الطفل بدايت معين بلايف ستايل معين، ده صعب. ما هو ده، هل موضوع البنكرياس الصناعي ده هيحل طبعًا محل طبعًا الالتزام الشديد للاطفال؟ البنكرياس الصناعي بيبقى زي الانسان طبيعي، فبيخلص مستوى السكر في الرينج اللي انا عايزه، وحاجه اوتوميتد ملهاش تدخل بشري، فالموضوع وهو مش هتقدر تقول له اعمل ما تعملش، طبعا لازم يساعدنا، لكن بيبقى العائل الكبير او الجزء الكبير على البنكرياس الصناعي. فعشان كده هو انفراجه كويسه جدا، خصوصا للنوع الاول في الاطفال. يا دكتور، ده سعره ايه؟ الافرج بتاع السعر بتاعه يعني، ممكن امتى نبدا نستعمله في مصر؟ يعني نقول ان هو خلاص هو مباح. حاليا هو لسه، هو حاليا في امريكا يعني يعتبر شغال وتفعل، بيبقى تكلفته حوالي 10,000 دولار بس ليه مستلزمات شهريه بتقدر بحوالي 300 دولار كمان كل شهر. طيب يا دكتور، يعتبر نسبيا مش غالي قوي، بس لو اتوفر واتصنع وعلى مستوى العالم هيبقى الدنيا احسن من كده يعني. ممكن بعد كده يبدا يتوفر في مصر بكثره وبسعر ان شاء الله يكون متاح للجميع. زي الانسولين دلوقتي، في انواع من الانسولين ما كانتش متاحه وكانت غاليه جدا، دلوقتي بقت متاحه لكل المرضى، والريسك بتاع يعني او خطوره انخفاض السكر قليله جدا بالنسبه لها. تمام. طب عايزين نتعرف معاكي يا دكتور على مضاعفات مرض السكر دلوقتي. خلاص المريض جاله سكر للاسف، وعايزين نعرف بقى ايه المضاعفات. احنا قلنا ازاي نتجنب وازاي نتعايش، عايزين نعرف ايه المضاعفات. مضاعفات مرض السكر بقى، عشان برضو في خطا عند بعض الناس يقول لك ايه يا دكتور انا سكري مظبوط اهو النهارده، انا ليه عندي مضاعفات؟ المضاعفات مش مرتبطه ان سكرك حاليا مظبوط. تمام. المضاعفات مرتبطه بالفتره، مثلا يعني ما يبقى عندك مثلا بالك عندك 5 سنين غير ما يكون عندك 10 سنين سكر، مرتبطه بفتره السكر بالها قد ايه، بمدى ارتفاع وانخفاض السكر كل شويه معاك، ده كله بيزود الخطوره بتاعه المضاعفات. مضاعفاتها هو للاسف بيأثر على كل الجسم. من اشهر المضاعفات العين، وعشان كده بقول لحضرتك 20% من الحالات بتيجي بمضاعفات قبل ما يتشخص ان هو عنده سكر. معقوله؟ العين من اول نزيف في العين، انفصال الشبكيه، فقدان البصر. امراض الكلى توصل اب تو ان العيان بيغسل او الفشل الكلوي، 30% من حالات الفشل الكلوي سببها مرض السكر. عشان كده لازم مريض الكلى لازم يظبط ضغطه كويس جدا، لازم يظبط سكره كويس جدا عشان نقلل تدهور وظائف الكلى. بيأثر على الاعصاب الطرفيه، وده جزء رئيسي بيأثر على كده على القدم السكري، فبيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه. يجي لعند المريض يقول لك يا دكتور انا بحس بشكشكه او تنميل في اطراف ايدي او رجلي، وبعد كده فقدت الاحساس. انا لابس مثلا حاجه في رجلي بتخلق وما بحسش، حاجه شكتني في رجلي وما حسيتش ان داخل الاعصاب الحسيه بقى بالظبط كده، في الالتهاب في الاعصاب الحسيه الطرفيه. بيأثر على كل شرايين، شرايين الاطراف، شرايين القلب، وتدخل في جلطات المخ وجلطات القلب. فده يعني للاسف اكتر حاجه بتعمل جلطات القلب والمخ هو السكر. فدي المضاعفات بتوصل لغايه الغيبوبه والقدم السكري. وعشان كده بقول للمريض ببساطه ظبط سكرك تتفادى ان شاء الله كل المضاعفات دي. ده عدو خطير يا دكتور. بالظبط. يعني هو بيدمر الجسم كله. ما هو مرض السكر، مرض الضغط للاسف بنسميها من ضمن اللي هو القاتل الصامت. يفضل العيان مش عارف، ويقول لك لا ويقول لك انا ما عنديش السكر، ويحاول ينكر، يقول لك دكتور انا ما عنديش السكر، دي كانت نسبه وراحت. مفيش حاجه اسمها نسبه وراحت. وانس تشخص عندك سكر، تابع حتى نسبه بسيطه، حتى لو انت ما قبل السكر، عشان يتفادى حدوث المضاعفات. هو المريض يعني بيفكر زي بالظبط اللي بيشرب سجاير ويقول لك انا بطلت دلوقتي فنتفادى المضاعفات. لا، بالك 20 سنه بتشرب سجاير فاكيد بالظبط. برضه السكر بقى له 20 سنه عندك عمل مضاعفات، مش هتيجي دلوقتي صحيح وتلاقي السكر راح مضاعفاته. طب عايزين ندق ناقوس الخطر كده زي ما بيقولوا في التعامل مع غيبوبات السكر. ازاي نتفاداها الاول يا دكتور؟ اول حاجه نتفاداها انه لازم المتابعه، اول حاجه اللايف ستايل وتظبيط الاكل والشرب. تمام. ما اقعدش اقعد صايم فترات طويله، عشان كده بننصح مريض السكر لازم 3 وجبات رئيسيه.
مفيش حاجه اسمها انا ما باكلش غير بالليل. الناس بتختصر فعلا دلوقتي في غلط خالص، لازم ثلاث وجبات رئيسيه، لازم انزل في الوزن، لازم اتابع مع الدكتور على الاقل كل ثلاث اشهر عشان يكون سكر الصايم زي ما قلنا الصايم بتاعي يكون تحت ال 130 والفاطر تحت ال 180 والتراكمي حوالين السبعه. تمام. لازم اتابع مخصوص، لازم يعني المريض السكر لما بيتعلم السكر وبيعرف المرض بتاعه هو نفسه بقى يحاكيه نفسه، يقول لك لا انا زودت النهارده هزود الجرعه الفلانيه. زي ما قلنا لحضرتك اخطر غيبوبه بنخاف منها انخفاض السكر، زي ما قلت لحضرتك بيبقى رعشه. ممكن يعني عرق جامد، ضربات قلب سريعه، جعان جدا، نقول له لازم مريض السكر لو سايق طقف لازم يكون معاك في جيبك اي حاجه مسكره لاي حاجه طارئه زي كده. طيب يا دكتور عايزين نعرف السمنه وعلاقتها بمرضى السكر، حضرتك قلت لازم الناس تخس. جدا. طيب ايه علاقتها بقى يا دكتور؟ ليه بتزود نسبه الاصابه؟ اول حاجه في حاجتين مرتبطين ببعض، السمنه والستريس. يعني الضغوط النفسيه، اولا السمنه وخصوصا سمنه البطن دي سبب رئيسي للانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين اللي بتخلي الانسولين ما يشتغلش ويدخل السكر جوه الخليه فاكن مش موجود بالظبط. يوقف عمله تماما. بالظبط. والستريس كذلك، الستريس بيزود هرمونات معينه في الجسم اسمها ستريس هرمونز اللي هي الادرينالين والكورتيزون. الادرينالين ده مشكلته انه بيكسر خلايا الدهون. بيكسر خلايا الدهون، والكورتيزون يخلي يعني خلايا الدهون او الدهون تترصى في منطقه الخصر او منطقه البطن اللي هي بنسميها الكرش، عشان كده اصعب دهون هي دهون البطن لانها بتزود مقاومه الانسولين، فبالتالي بتخلي افضل اخد في جرعات انسولين سواء كان انسولين داخلي هو مريض او الانسولين خارجي بيحصل ليه مقاومه وتلاقي العيان عمال يزود في جرعاته وسكره مش متظبط. فالسمنه من اهم الحاجات، عشان كده لازم ننزل في الوزن ولازم نظبط اكلنا كويس جدا. تمام. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، حلقه شكرا كانت لك. قيمه جدا. ربنا يخليك. ويعني نتمنى ان بصيص الامل اللي اتكلمنا عنه في العلاج يا دكتور يفعل قريبا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله يفعل قريبا، ويا رب نلتزم بشويه التعاملات البسيطه اللي احنا قلناها دي، نتفادى ان شاء الله حدوث السكر ونتفادى مضاعفاته، ويا رب يشفي كل الناس. يا رب. شكرا جزيلا ليك يا دكتور. كان معايا الدكتور المتميز سامر سمير الذكري، استشاري ومدرس امراض البطنه والجهاز الهضمي بكليه الطب ومستشفيات جامعه الفيوم، مدير عام مستشفيات جامعه، نائب مدير عام مستشفيات جامعه الفيوم، وحاصل على دكتوراه في امراض البطنه والكلى والسكر، وعضو جمعيه شباب مرضى السكر. شكرا ليك. شكرا جزيلا دكتور. شرفت جدا. شكرا. الى اللقاء بكم ان شاء الله مره ثانيه الاسبوع اللي جاي، بوعدكم باذن الله بحلقه جديده. ويلا بينا على اللايف نطلع مع دكتور سامر وننوع عن موعد الاعاده. الى اللقاء.